السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة تطالب ميليشيا الحوثي بوقف تهريب عناصرها من إيران تفاديا لانتشار فيروس كورونا. تضرر 400 أسرة نازحة من السيول في عدن، والحكومة تقول إنها خصصت مليار ريال لمعالجة الأضرار. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر بأداء السلطة المحلية في محافظة لحج، وذلك من خلال توفير الخدمات وإرساء دعائم الأمن والاستقرار ومحاربة التهريب والإرهاب بمختلف أشكاله. جاء ذلك في اتصال هاتفي مع محافظ محافظة لحج اللواء أحمد تركي، ووقف خلاله على طبيعة الأوضاع الأمنية في المحافظة وجهود السلطة المحلية في توفير الخدمات. واطلع نائب الرئيس على جهود السلطة المحلية في توفير التجهيزات والاحترازات اللازمة لمواجهة أي طارئ لانتشار فيروس كورونا، والتنسيق مع الجهات الداعمة وذات الاختصاص. طالبت الحكومة ميليشيا الحوثي بوقف تهريب عناصرها من إيران بعد نقلها للفيروس كورونا إلى العراق ولبنان، وتقدير الوضع الاقتصادي والمعيشي والصحي الصعب الذي يعيشه اليمن جراء الانقلاب على السلطة. ونفى وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريح صحفي ادعاءات زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبد الملك الحوثي بانتشار وباء كورونا بمديرية ميدي في محافظة حجة غرب اليمن، وأكد عدم تسجيل وزارة الصحة ومراكزها الصحية ومكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن لأي إصابة بفيروس كورونا حتى اللحظة في اليمن، محذرا ميليشيا الحوثي من مغبة اللعب بالنار ومحاولة الاستثمار في هذا الملف الخطير. وأوضح أن هذه الادعاءات الخرقاء الصادرة عن زعيم ميليشيا الانقلاب تكشف عن مستوى السقوط الأخلاقي ومساعي الميليشيا لاستثمار الجائحة العالمية خدمة لمشروعها الظلامي المستورد من إيران. قال متحدث باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأن واشنطن بدأت في خفض مساعدتها لشمال اليمن بسبب التدخل غير المقبول من قبل المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران. وحذرت منظمة أوكسفام من أن التخفيضات يمكن أن تصل إلى 200 مليون دولار سنويا، وستؤدي إلى انخفاض في خطط الصرف الصحي التي ستكون حيوية في حالة اختراق فيروس كورونا لليمن. وأكد متحدث الوكالة الأمريكية للتنمية أنه على الرغم من الدعوة الدؤوبة للمجتمع الدولي والتحركات الدبلوماسية، فقد فشل الحوثيون في إظهار تقدم كاف نحو إنهاء تدخلهم غير المقبول في هذه العمليات. ومنذ أشهر تشتكي الولايات المتحدة وبريطانيا مع جهات مانحة ووكالات مساعدات أخرى من محاولات المتمردين الحوثيين لفرض ضرائب على مشاريع المساعدة في شمال اليمن، ما أدى إلى تنفيذ سفر العاملين في المجال الإنساني ومواصلتهم لتنفيذ مشاريعهم. قال نائب وزير شؤون المغتربين محمد العديل اليوم إن اليمنيين المصابين بفيروس كورونا حول العالم لا يتجاوز عددهم 10 أشخاص. وأشار العديل في حسابه على فيسبوك بأن مسؤولية الوزارة وواجبها تجاه المغتربين اليمنيين يحتمان علينا متابعة أوضاعهم الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا. وأوضح العديل بأنه يتم التواصل مع المصابين والاطمئنان عليهم من خلال ملحقي شؤون المغتربين والجاليات، وأكد بأن جميعهم في طريقهم إلى الشفاء. أعلنت شرطة محافظة تعز بأنها ستبدأ اليوم حملة أمنية لإغلاق الأسواق في المدينة بشكل كلي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وقالت الشرطة في بيان لها الجمعة إن حملة أمنية باشرت انتشارها في معظم أسواق القات ووجهت إنذارا للبائعين بإغلاق الأسواق. وأشار البيان إلى أن الحملة الأمنية تشددت على ضرورة الالتزام بقرار إغلاق الأسواق، وتوعدت بتنفيذ إجراءات صارمة وشديدة في حال لم يتم تنفيذ القرارات. وكانت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز قد وجهت الخميس الأجهزة الأمنية بإغلاق الأسواق والصالات والمتنزهات
وأماكن التجمعات. كثفت ميليشيا الحوثية الانقلابية عملية استغلال وباء كورونا من أجل حشد مقاتلين جدد إلى صفوفها، وجعلت من مخاطر تفشي الوباء مدخلا لنهب أموال القطاعات الاقتصادية في صنعاء. وقالت مصادر محلية في صنعاء لصحيفة الشرق الأوسط بأن عناصر الميليشيا يواصلون منذ نحو أسبوعين وتحت غطاء التخوف من تفشي فيروس كورونا تنفيذ حملات نهب واسعة بحق اليمنيين القاطنين بمناطق سيطرتهم لجني ملايين الريالات عبر الإتاوات غير القانونية المفروضة على مختلف الشرائح والفئات اليمنية. وشملت الإتاوات الحوثية المئات من المطاعم والكافتيريات في عدد من الشوارع الرئيسة بالعاصمة صنعاء بحجة الدعم والتمويل المجتمعي لحملات الوقاية من كورونا. وشنت الجماعة على مدى نصف شهر حملات مكثفة ضد أصحاب المحلات التجارية والصيدليات ومالكي متاجر الذهب والمستشفيات والمراكز والشركات الخاصة في صنعاء ومناطق يمنية عدة، وأجبرتهم على دفع إتاوات مالية. أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها من أن تتعرض الأسر النازحة في اليمن لمخاطر متزايدة في حال تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى استمرار تدفق النازحين إلى محافظة مأرب. وقال المتحدث باسم المفوضية أندري ماهستيشن خلال مؤتمر صحفي بجنيف، قال إن المنظمة تقوم بتوعية مجتمعات النازحين داخل اليمن كي يتمكنوا من حماية أنفسهم بشكل أفضل. وقال إن تصاعد القتال في أنحاء محافظة الجوف وصنعاء ومأرب خلال الأسابيع الماضية أدى إلى نزوح أكثر من 40,000 شخص. وأوضح أنه مع استمرار تدفق الآلاف إلى مدينة مأرب والمناطق المجاورة بحثا عن الأمان تتراكم الاحتياجات الإنسانية بسرعة، فيما الخدمات والمساعدات تعمل فوق طاقتها. وأعرب عن قلق المفوضية من أن تتعرض الأسر النازحة ومضيفوهم لمخاطر متزايدة في حال تفشي فيروس كورونا نظرا لوضعهم غير المستقر وظروفهم المعيشية والصحية المزرية. حثت المملكة المتحدة جميع الأطراف اليمنية على العمل من أجل إيجاد حل سياسي لإنهاء أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وقال بيان مشترك لوزارة الخارجية ووزيرة التنمية الدولية بإنماري بأن اليمن الآن في مفترق طرق بين السلام أو المزيد من العنف. وأكد البيان أن خطر اندلاع مزيد من الصراع بالإضافة إلى خطر تفشي فيروس كورونا ويمكن أن يعمق ما هو بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وفي البيان المشترك الصادر بمناسبة الذكرى الخامسة للتحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، قالت بريطانيا إن التدخل جاء بناء على طلب حكومة اليمن المعترف بها دوليا. وقال البيان إنه يجب الآن على جميع الأطراف المشاركة في عملية سلام يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة. وأكدت المملكة المتحدة أن الحل السياسي هو الطريقة الوحيدة الدائمة لتخفيف المعاناة. أعلن الحزب الشيوعي الصيني عن شكره للتجمع اليمني للإصلاح على وقوفه إلى جانب الشعب والحكومة الصينية في معركته ضد وباء كورونا، والذي بدأ بالتفشي في مدينة ووهان الصينية في مطلع العام الجاري. جاء ذلك في رسالة تلقاها أمين عام حزب الإصلاح من دائرة العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وأكد الحزب اهتمامه بعلاقات الصداقة مع التجمع اليمني للإصلاح، مبديا استعداده في تعزيز التعاون والتبادل بين الحزبين وفقا لروح الأرضية المشتركة والاحترام المتبادل، بما يدفع العلاقات الصينية اليمنية إلى الأمام باستمرار. وقال الحزب الشيوعي الصيني إنه منذ انتشار فيروس كورونا اتخذت الصين التدابير والإجراءات الشاملة لمكافحة الوباء، وما زال العمل يتحسن في الرقابة والسيطرة على الوباء، وقد تم تحقيق نتائج إيجابية، ولدينا ثقة وإصرارا على تحقيق الانتصار النهائي على الفيروس. تمكنت القوات المشتركة من إسقاط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي في سماء غرب مدينة الدريهمي جنوب الحديدة. وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة بأن طائرة مسيرة حوثية كانت تحلق على مواقع القوات في سماء الدريهمي، إلا أن أفراد القوات المشتركة تمكنوا من إسقاطها بنجاح. وتعد هذه الطائرة المسيرة هي الرابعة التي أسقطتها القوات المشتركة خلال 8 أيام في سماء مديرية الدريهمي. وسعت ميليشيا الحوثية الإرهابية من دوائرها في استهدافها الهمجي والممنهج للمناطق والمواقع الحيوية في الحديدة تدميرا ونهبا، وفي إطار مشروعها الإرهابي والإجرامي بحق كل ما له علاقة بالإنسان والحياة في تهامة. كل يوم تثبت ميليشيات الحوثي بأنها عدوة للإنسان والحياة، لتستهدف الميليشيات شبكات الطاقة الشمسية التي استخدمها المزارع في تهامة بديلا للوقود
بعد أن حولته الميليشيات لسوق سوداء هنا في التحيتة، مزارع ملغومة وأخرى مقصوفة كمشاهد يومية تتكرر في مناطق زراعية أخرى في السهل التهامي. يعني دمرت علينا الطاقة الشمسية الذي كلفت يعني ب 11 مليون، الغطاس والأسلاك كلفت ب 2 مليون، يعني المجموع حقتها 13 مليون الآن ما نستفيد منها. الآن أنت تسمعنا احنا شغلنا المواطير على الديزل. فمستشفيات حيس والتحيتة ومستشفى 22 مايو في مدينة الحديدة صارت أهدافا يومية للميليشيات، كما طال مشروعها التدميري مياه الشرب وخزاناته الرئيسية. فجرتها في حيس، قصفت آبارها، جرائم امتدت لمشاريع المياه في الدريهمي، وليس أخيرا في التحيتة قصفت الميليشيات خزان مياه الشرب معرضة السكان للموت عطشا. استهدفت ميليشيات الحوثي خزان المياه في مديرية التحيتة الذي يستفيد من حوالي نسبة 60% من أحياء سكان أحياء مديرية التحيتة مدارس، وفجرتها أو طالتها قذائف الدمار الحوثي. والحال كذلك مصير المساجد التي لم تنجو من التفجير والتدمير قصفا، أحرقت أكبر الأسواق التجارية شرق مدينة الحديدة وعرضت صاحبه لخسارة قدرت المليار ريال بعد أن أشعلته نارا واستحالت أموال المستثمر إلى دخان، واستهدفت المنشآت الصناعية والتجارية، فكانت المصانع والمخازن والآلات الإنتاجية وحتى العاملين فيها هدفا لقذائف ميليشيات الحوثي الإرهابية. فالمنشآت والمؤسسات التي لا تهدمها الميليشيات تعمد إلى نهبها في الحديدة ضمن سياسة الأرض المحروقة أو المنهوبة ومصادرة الحياة في تهامة. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة. تكثف ميليشيا الحوثية الانقلابية هجماتها على مواقع الجيش الوطني في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، لكن جحافل الميليشيا تتحطم أمام صمود قوات الجيش، وفي كل مرة تحاول الميليشيا التقدم تبوء بالفشل وتتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. نتابع التقرير التالي. صمود وتضحية ونضال يجسده أفراد الجيش الوطني في مواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء. هنا يرابط أفراد الجيش بعزائم صلبة وإرادات قوية تحطمت أمامها طموحات وهجمات الميليشيات. هذه الجبهة العدو يعني يحاول يعني بعد حشد لمدة شهور يعني يحشد في حق تقدم يعني في هذه الجبهة، هو بفضل الله تعالى أنه جميع الأبطال يعني وقفوا له بالمرصاد وكسروا الهجوم الذي أعد له والمخطط الذي كان مبني له. طيلة الأيام الماضية بذلت ميليشيات الحوثي محاولات عدة للتقدم في جبهة قانية، لكن محاولاتها باءت بالفشل، وفي كل مرة تصطدم بحواجز صد منيعة وتتلقى ضربات موجعة، وكلما عادت تعد العدة لمحاولة جديدة تلقى انتكاسة أكبر. هذا أحد الطقم التابع للميليشيات، وهذا ليس الطقم الأول إنما الطقم الثاني الذي اغتنمناه منهم. هذا أسرى الميليشيات في جبهة قانية. عشرات القتلى والجرحى والأسرى من عناصر الميليشيات بينهم قيادات سقطوا خلال الأسبوع المنصرم في معارك ضارية مع قوات الجيش عقب عدة هجمات للميليشيات، تمكن الجيش من دحرها وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. تم بعون الله كسر زحف ميليشيات الحوثي التي أعد لها من قبل أيام بآلاف من جنوده المغرر بهم إلى منطقة قانية، مما أدى إلى ضحايا وأسرى بالمئات منهم، والأعداد جهتهم ها هي موجودة في الشعاب في البلدان، والحمد لله يعني ثابتين في المواقع والأبطال متواجدين لله الحمد. الله أكبر الله أكبر. معارك شرسة تخوضها قوات الجيش ضد الميليشيات الانقلابية في جبهة قانية التي أضحت مستنقع للميليشيا يستنزف قياداتها وأفرادها، يقابله صمود واستبسال قيادات وأفراد الجيش الوطني. عند المقاتلين في هذه الجبهة سواء الجيش أو المقاومة السامية معنويات مرتفعة بإذن
رجال ما في كل أنحاء اليمن ما يسرهم من رجال جبهة قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إن زعيم الحوثيين مولع بالأكاذيب وخطبه الفارغة لن تستطيع تغرير اليمنيين أو جعلهم ينسون جرائم الجماعة ونكثها بالعهود والمواثيق. وقال آل جابر في سلسلة تغريدات على تويتر، قال: على الرغم من كل الحروب الدموية التي صنعها الحوثي من العدم وإرهابه للقبائل اليمنية واستهدافه للدولة اليمنية، فإن اليمنيين كانوا يأملون بأن تتعقل الجماعة، ومرة تلو أخرى كانت المبادرات توقع والعهود تمضي وآخرها اتفاق السلم والشراكة، إلا أن الحوثي حاصر الرئيس واختطف الدولة وغزا تعز وعدن. وأكد آل جابر بأن الحوثي لن يستطيع تغرير أبناء اليمن بخطابات فارغة تؤكد ولعه بالأكاذيب، ولن يستطيع طمس الجرائم ضد الإنسانية في اليمن التي يرتكبها الحوثيون، ولن يستطيع طمس ذاكرة اليمنيين وهم يشاهدون رؤيا العين تفجيره لبيوتهم وتشريده للملايين منهم ونكثه للعهود والمواثيق. وفيما يتعلق بإصرار الحوثي على ولائه لإيران، أوضح السفير السعودي أن ذلك لن يغير من حقيقة أن اليمن التاريخ والقبيلة جزء من جوار جغرافي ونسيج اجتماعي عريق للجزيرة العربية، وأن السعودية على الخير دوما إلى جانب الأشقاء في اليمن الذين يعملون أو يعلمون يقينا أن الانقلاب هو أصل المشكلة ونهايته هو مفتاح الحل في اليمن. قبل 5 سنوات وبعد سقوط صنعاء بيد الميليشيا الحوثية وفي أشد الأيام وأقساها على الشعب اليمني، انطلقت عاصفة الحزم، ومع أولى غاراتها تحطمت أحلام المشروع الفارسي في اليمن، وكانت بمثابة طوق لكل اليمنيين الرافضين للمشروع الحوثي الإيراني. نتابع المزيد في التقرير التالي. عربية القرار، سلمانية القيادة، عاصفة الحزم والأمل، ولا عدوان إلا على الظالمين. فبعد سقوط صنعاء واستهداف الرئيس في قصره بعدن وأسر وزير الدفاع في لحج وانكسارات وأحزان متتابعة في تلك العشية الموجعة، بلقت قلوب الشعب الحناجر وهم يرون المشروع الفارسي يتوسع في أرض اليمن. ولكن كان في سماء الوطن ثمة أخ عربي يحمل الحزم والأمل، وفجأة تحول القهر إلى فرحة يمانية كبيرة. كان ذلك عند منتصف ليلة العاصفة ولحظة إعلان انطلاقها في 26 من مارس من العام 2015. ومثلما كانت فرحة للشعب، فقد كانت عاصفة الحزم سندا وعونا للمقاومة الشعبية في مأرب وعدن وتعز، حيث ارتفعت معنوياتهم ومضوا في معارك الدفاع ببسالة وفداء، لتنتقل الحرب من محيط مدينة مأرب إلى أسوار العاصمة صنعاء، ومن سواحل عدن إلى الجبال بين الضالع ومحافظة إب، ومن مدينة عتق بمحافظة شبوه إلى جبال الملاجم بمحافظة البيضاء. وصحيح أن الحسم لم يتحقق وأن الحرب لم تضع أوزارها، لكن عاصفة الحزم حققت أهدافا كثيرة. أهم المنجزات التي تحققت خلال 5 أعوام لعاصفة الحزم وإعادة الأمل وتتلخص في الآتي: أولاً، تقديم الدعم اللوجستي والإسناد الطيراني للقوات المسلحة لتحرير البلاد من الميليشيات الإنقلابية الحوثية، إسقاط مشروع الحوثي واجتثاث حلمهم بحكم اليمن وإلحاقها بإيران. طالت أيام الحرب وامتدت معاركها لسنوات طويلة، وظلت المملكة العربية السعودية تجود بالمال وبالرجال وبالعتاد، وتلك حقيقة للتاريخ طالما حدثنا الأبطال عنها في جبهات القتال. والبندقية وصاحبها أصدق إنباء من التغريدات ومغرديها. فضل الله عز وجل ثم فضل جهود سلمان وسغور الجو، هناك يعني ضربات قوية وضربات يعني دكت العدو، فما من موقع نؤشر لهم إلا وهم يدكوه بطيرانهم. فالشكر لله عز وجل ثم لسغور سلمان، فقد دكوا العدو ولقنوهم دروس لن ينسوها. اليوم وبعد 5 سنوات من الحرب والكفاح المسلح، لم يعد أمام الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقيادة التحالف العربي سوى الحسم واجتثاث المشروع الحوثي من جديد.
كشف الطفل مهند أمين محمد الفتاحي من أبناء مديرية التعزية عن استغلال ميليشيا الحوثية الانقلابية للأطفال من خلال تجنيد الأطفال وإغرائهم بالأموال وإخضاعهم لدورات تدريبية في التجسس بعد غسل أدمغتهم من أجل توظيفهم ضد مجتمعاتهم وضد الجيش الوطني والحاضنة الشعبية. مهند أمين محمد الفتاحي من تعز من الساكن في رمضان كنت أقول ليش نشرح حق دورة شبال بعد دورة شبال شي عمل لي 3 سنين أكون عمل لي 6 شهور عند السيد واروح أعمل لي شهر وبعدها أكمل حق 3 سنين وش أخرج زي عمي قال لك أخرج مشرف أخرج مشرف أخرج قائد أخرج كل شيء أنا ما نجاني قال لي زي عمي شدوا لي طاقم شدوا لي كل شيء لما أخرج من عند السيد قال لك أخرج تبع السيد عبد الملك رأسان الطاقم كيف يجيب أقش الليني وما كانت بكين شليني بعد قليها أحسن لك وأما شن حبيسك ماما نحبسك ماما نحبسك ولي ماما نقطعك ولي ماما نذبحك وش نتيم يا انك تشرب حبوب انك تشرب مخدرات انك تشرب كذا 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 واللي حصل لك تعسكر معنا انا اقلم شو عسكر معاكم شهر 20 محرم من امي اروح عند امي ايوه اروح عند امي استراس ابو بدر قال لي مراك قال لي اسمه قال لي شو يكون لك مصروف ادي لك 100,000 لك انت بالشهر ودي لك مقعبه والي لك انت بالشهر وصرحكم داخل عدن بعدين كو حصلت طقمات حصلت طقم صوره اللي حصلت قال صوره بعد ما صوره كصوره صوره فيديو كانوا وصلوني لا جنبهم لا جنب المقامة مين اللي وصلك؟ وصلني بالموتور وصلني اسمه ابو شلال ولا وصلني واحد ولا وصلني عبد السلام العمليات علشان ايش؟ علشان قصة ابصر لهم قصة صور المواقع قصة مواقع حقهم خاهم مودة كمل المواقع هم قامة برص السيل قمة السيل بعدين ننزلكم بعد كسبوا خا أقص خالهم صورهم ماذا وصور معهم دري معهم كثير صوركم مواقع حقهم هذه تعتبر جريمة من الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الحوثية بصورة مستمرة هم ليس لديهم أخلاق يعني لا يرحمون أحدا لا امرأة ولا عجوز ولا شيبة ولا حتى الطفل الصغير هذا الطفل الذي رأيتموه قبل قليل طفل يفترض أن يكون الآن في المدارس يتعلم ولكنهم يعني كما قال وفي كلامه بأنه تم إجباره على الذهاب إلى الجبهة وتم إجباره وتهديده أيضا بأنه سيتم يمكن قتله وإغراءه بالأموال والأطقم والتي طلعت كاذبة الآن واكتشف أنه كان في وهم هذه جرائم ضد الإنسانية ترتكبها الميليشيا الحوثية. قالت صحيفة عكاظ إن مجلس التعاون الخليجي عين أواخر الأسبوع المنصرم رئيسا جديدا لبعثته في اليمن. ونقلت صحيفة عكاظ عن مصدر يمني مطلع قوله إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نائف فلاح الحجرة أصدر نهاية الأسبوع الماضي قرارا بتعيين سرحان بن كروز المنيخر رئيسا لبعثة المجلس في اليمن. وشغل المنيخر منصب مدير إدارة الشؤون السياسية والتنموية في بعثة مجلس التعاون الخليجي في صنعاء عقب تأسيسها عام 2012 ليتم في العام 2015 تعيينه قائما بأعمال رئيس البعثة. وكان المنيخر قد عمل في إدارة العلاقات الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون قبل أن ينتقل إلى اليمن عام 2012. وجه رئيس الوزراء معين عبد الملك وزارة المالية بتخصيص 1 مليار ريال بشكل عاجل ومبدئي كموازنة طارئة لأضرار السيول في عدن وفي المحافظات المتأثرة بالمنخفض الجوي تمهيدا لتقديم التعويضات المناسبة للممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية المتضررة والتسريع في تنفيذ المشاريع العاجلة لقنوات تصريف الأمطار. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية ومعالجة الاحتياجات العاجلة أولا بأول وفي مقدمتها الأضرار البشرية وضمان استمرار الخدمات الأساسية وفتح الطرقات الرئيسة والفرعية وتصريف مياه الأمطار ورفع المخلفات. وأشدد رئيس الوزراء على رفع الجاهزية لمواجهة التغيرات المناخية والمنخفض الجوي بما يعزز الإجراءات الحكومية المستمرة لمواجهة تفشي الأمراض والأوبئة ومنها الوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم. ودعا رئيس الوزراء المنظمات الأممية والدولية لإسناد الجهود الحكومية في التعامل مع المتغيرات المناخية وتلبية الاحتياجات العاجلة في الجوانب الإغاثية والإنسانية الراهنة جراء السيول في العاصمة المؤقتة عدن وفي محافظات حضرموت وشبوة وأبين.
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الأمطار والسيول التي ضربت محافظة عدن الأربعاء الماضي أثرت بشدة على نحو 400 أسرة نازحة. وأوضحت المفوضية في بيان لها أن الأمطار الغزيرة والفيضانات في عدن تسببت في خسائر فادحة في مواقع استضافة النازحين المتضررين. وأشارت المفوضية إلى أن فريقها زار 4 مواقع لاستضافة النازحين من حيث يعيش ما يقارب من 600 عائلة. وأظهر الرصد أن ما يقارب من 400 عائلة قد تضررت بشدة. وأشار البيان إلى أن الأضرار لم تقتصر على الملاجئ والفراش فحسب، بل إن الكثير من الأسر فقدت مخزونها من الطعام. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الحكومة تطالب ميليشيا الحوثي بوقف تهريب عناصرها من إيران تفاديا لانتشار فيروس كورونا. تضرر 400 أسرة نازحة من السيول في عدن، والحكومة تقول إنها خصصت 1 مليار ريال لمعالجة الأضرار. في ختام هذه النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام. في رعاية الله.